بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ درس بخصوص هذه التصميم السي ان سي، وراح نحاول نكمل جزء مهم به، واللي هو جزء السكرو اللي يكون موجود بين السكتين واللي هو يحرك العربة بالكامل. طيب، هذا الجزء يعني احنا يعني سابقا كنا نكون اجزاء ونجي بالبليس ندخلها داخل هذا التصميم. هسه راح نسوي شيء جديد اللي هو راح رأسا ننفذ مباشرة هنا داخل التصميم. فهو راح يسألني انه اسميه بارت 1. طيب احنا نقول له هذا بارت 3، وراح نقول له طبعا ستاندرد. هنا هذا بعدين راح نشرح الستاندرد، هي يعني بها تفاصيل كثيرة، بها انواع، لكن انا يعني شغلي كله بالمترك وكلها بال يعني مليمتر، الستاندرد مليمتر هذه. فيعني هذا مسوي ديفولت، وهذه بعدين راح يعني اوضحها شلون تسوي الاعدادات مال البرنامج. طيب، وراح اقول له اوكي، وراح اقول له خلي لي اياها باي مكان، يعني مو مهم المكان، يعني ماكو علاقه حاليا. فقال لي اوكي، هذا بارت 3 خليت لك اياه. وراح نجي كالعاده نسوي سكتش. هذا السكتش راح يختار لنا، نقول له احنا نريد على هذا الجانب، لنفرض انه هذا الجانب اللي احنا نريده نعدله. طيب، وهسه راح نرسم. الان هنا عندي هذه السكه الحركه بيها، يعني هي متر ونص، وبيها هذين القطعتين يعني العربات، كل واحده يعني المسافه الكليه هي 15 سنتيم، او يعني اذا اريد نتاكد. هي هذه الفائده من انه انا اشتغل من داخل الجسم، يعني اذا اريد اختار اي يعني علاقه اشوف اتاكد ممكن القاها. يعني هسه انا عندي 170 مليم، ال 170 مليم، وهذا كله طوله 1500، ف يعني يصفى لي تقريبا 1340 مليم. هذه ال 1340 مليم، يعني انا عندي السكرو اللي موجود عند الحركه مالته 1200 مليم. طيب، وعليه ايضا عربه. فخلي هسه نبدي نرسم وشوي شوي نكمل التفاصيل مالتنا. طيب، انا عندي راح ارسم مستطيل، هذا المستطيل يمثل يعني المكان اللي يصير عليه السكرو، يعني القاعده اللي راح تركب عليها السكرو. فهذه اعداداتها 1200، العرض والارتفاع 20 مليم. طيب، وراح اقول له اوكي، وهذه اتنفذت. طيب، هذا بالاضافه الى هذا هاي القاعده، راح يكون اكو هنا عندنا يعني خلينا نقول يعني حامل للسكرو، واللي هو قياسه 20، يعني ايضا مستطيل، العرض 20، والارتفاع راح يكون يعني تقريبا 60 صورة. طيب، هذا هو. وراح يكون عندي في بالجانب الثاني نفسه هذا الحامل اللي هو 20 في 60، هو الحقيقة 20 في 53، لكن يعني خلينا نعتبر 20 في 60، 20 في 60. اوكي، وراح يتركب يقعد هنا الستيب موتور اللي هو قياسه 40 في 80، هذا 80 او اكثر من 80، بس خليني اتاكد منه. راح يكون هذا المستطيل اللي يعني ستيب موتور اللي هو 40 في 80، هاي 80 وهذا 40. طيب، هذا الستيب موتور، هذا المقطع الجانبي للقاعدة الحامل بالكامل. يعني راح يصير السكرو هنا بالنص، وهذه هذا الستيب موتور، وهذه القاعدة اللي تحمله. مسافة الحركة أنا يعني عندي 120، لكن أنا عندي القاعدة اللي هي بحدود 10 سنتيم. هذه القاعدة مضافة إلى 1200، فأنا إيش راح أسوي؟ راح أزيد هذا، أسوي 1300،
صح وغير لي الاعدادات. طيب يعني بهذه الطريقه اني ابدي اسوي يعني التصميم الجانبي، يعني ابدي شوي شوي ابني بيه بالمقاطع الى ان اكمله. طيب هسه نبدي نربط بين هذه الاجزاء، راح نقص كل الخطوط. هذا طبعا ما يقدر لانه هنا انا اكو عندي ربط، فانا هذن بعد ما احتاجهن خلصتهن، وهن ذني اللي يمنعن من الترم. فهسه راح اقدر اقول الترم، ايضا عندي ربط الاخ اللي هو هذا. طيب واقول له ترم، وهسه راح ممكن نقدر نربطها. اوكي يعني هذه المسافه، هذه الابعاد، هذه تمنعني من استعمل الترم، اداه الترم. طيب هذه لا، كنترول زد، هذه نمسحها ترم. اوكي وهذه ايضا، هذا ايضا بها علاقه، هذه العلاقه نمسحها، وهذه العلاقة أيضا ما عندنا شيء بها ما تعرض، فنمسحها أيضا. أحسن. طيب ترم وأخلص. يعني أنا لازم أنتبه لهذه النقطة، أنه أنتم عندكم هاي العلاقات هي كلش مهمة، اللي هي المسافات، بس هي هذه المسافات يعني تعتبر حاكمة بالتصميم. يعني من أغير هذه العلاقة هي اللي تحكم، هاي المسافة البعد المثبتي هو اللي يحكم تغير يعني تحديث الشكل. طيب هسه هذا خلصته، وراح ابدي اقول له فينيش سكتش وحول اياه الى ال 3D. طيب انا عندي هذا العمق، يعني هو نفس العرض يعني تقريبا الـ40، فأني راح يكون يعني عمقه كله بال 3D، راح أقول له 40 مليم. أحيانا أنت بالإعدادات بالبداية يعني تكون بالتنصيب، أنت ما منصب البرنامج على المليم، منصب على الإنش، لا بس أنه تكتب 40 مليمتر هو أوتوماتيكيا راح يحول هذه المسافة إلى الإنش. طيب هذه خلصنا منها. بس اذا احنا مناسبتنا نقول له اوكي ريتيرن، وقدرنا هسه نرسم داخل يعني داخل الاسمبلي مباشره. طيب هسه راح نرسم سكرو وراح نرسم عربه. ايضا نجي على الاسمبلي ونقول له كرييت، ونقول له نعم بورت بارت 4، خلي لي اياه بنفس الفولدر. اوكي راح ارسم السكرو سكتش، وسكرو عادي يعني ما بأي تعقيد على اي مكان، مجرد دائره راح يكون قطرها يعني صغير مو كبير. يعني انا عندي السكرو مالتي 12 مليم 12 مليمتر. اوكي راح اقول له فينش، والمسافه بال 3 يعني بالاكسترود راح اقول له احسب لي المسافه مجر من هذه النقطه، هذه انت بقول اياها عليها، راح اقول له من هذه النقطه الى هذه النقطه، او ممكن من سطح الى سطح، او ممكن من خط الى خط، هذه يعني انت يعني بكيفك شلون ما تريدها. فقال لي 1300 فاصله اصفاره، يعني شيء بسيط. فهذه اوكي انا راح اقبل بها. يعني هذه الطريقة أنا تفيدني في حال أنه أنا ما أعرف الأبعاد إيش قد، أنا أوكي أعرف 1300، لكن في حال أنه أنا ما أعرف أستعمل هذه الطريقة اللي هي طريقة المجر، وأقول له ريتيرن وخلصنا. طيب هسه أريد هذا الشكل نفسه، أريد أخلي عليه ثقوب، أنا نسيت أخلي الثقوب، فراح أقول له راح أختاره مرة أخرى. طيب وراح أجي أقول له سوي لي هول هذه بهذا المكان. القطر قطرها هي نفسها، هذا 12 مليم 12 مليمتر صحيح، والبعد مالتها يعني ما يصير اقول له شو اسمه. اوكي لازم ابدا اكمل الابعاد. البعد عن هذا الخط هو 10 مليم، يعني من المركز، من مركزها الى هذا الخط. انا عندي هذه نص القطر 6 مليم،
وراح اطلع ايضا 6 مليون، فراح اقول له 12 مليون. طيب وراح اقول له الخط الثاني من هنا، انا عندي 40 فاوتوماتيكيا اريد اوسطها، اذا راح اقول له 20. يعني هذه كلها، هذا كله 40، فانا قلت له المركز يكون بالوسط بال20، وراح اقول له اوكي وخلاص. هذه هي صار عندي الهول كامل. طيب هذا ممكن ايضا اسوي اخليه فتحه هنا ثانيه، لكن انا ما راح احتاج واحده، كلش كافيه بالنسبه لي. طيب وراح اجي هسه اقول له سي كونسترين، وراح اقول له هذا قياسا الى هذا، وصلت لي صفر، اقول له ابلاي، واقول له هذا السطح، هذا السطح مع السطح، مع سطح هذا اليوتيوب التقابل وصفر، واقول له ابلاي وخلاص. انا هسه كملت هذا هذه السكه، باقي لها بس العربه، يعني السكرو كامل خلاص، والسكه ايضا الحامل كامل، بقت بس العربه. طيب الثانية راح اجي اسوي الجزء الاخير بهذا السكرو اللي هو العربه. العربه يعني ايضا راح اجي اسوي له كرييت بارت، وراح يقول لي 5، اقول له نعم، وخلي لي هنا بعض المكان، وراح اسوي سكتش، ولا على التعيين اختار السكتش، وراح اقول له العربه عباره عن يعني قياس 80 عرضها، وارتفاعها راح يكون بحدود 40 تقريبا، 40، والجانب مالتها 80، وراح اقول له اوكي. هذه العربة اللي عندي صارت 40 بـ40، خلي هاي تصير 80 80. طيب هاي العربة اللي عندي، واقول له فينيش، وهذه سوي لي بيها العمق مالتها 40. طيب هذه العربة اللي عندي، والعربة هذه بيها ثقب هنا أنا موجود، أسوي له هول وأقول له هنا أنا خلي لي، وطبعا القطر مالته 12 مليم، وراح أقول له ثرو أول يخترقها كلها، وراح أقول له قياسا إلى هذا 12 إذا تذكرون الإعدادات السابقة، وقياسا إلى هذا 20، يعني نفس مواصفات الثقب اللي سويناه سابقا، ونقول له أبلاي. طيب اوكي هاي خلصنا منها بعد، وقول له ريتيرن. هسه انا راح اجي اثبت هذا الجزء على السكه، على السكرو، راح اقول له سي كونسترين، وراح اقول له انطيني هذا الـ هذا السنتر، وخلي لي اربط لي بهذا السنتر ابلاي. طيب بس هذا قاعد، لكن هذا بيه مشكلة انه هذا يعني مو ثابت، يفتر. طيب فانا شنو اللي اريد اسوي؟ انا راح اقول له انه هذا تمشي لي بموازاة هذا الخط، يعني دائما هو موازي له. طيب خلينا نفر نتأكد من ال 3D هل هو صحيح قاعد؟ اي اوكي صحيح. طيب ما يعيق يعني. هسه اقول له سي كونسترين، وأقول له هذا وهذا يكونون بالتوازي، وأقول له أبلاي ونفذ لي. هسه أنا هذه المواصفات، هذه المواصفات عندي وحدة سنتر وعندي وحدة فلاش. طيب زين، هسه هذه كلها أنا أريد أربطها، يعني هسه هذا حاليا هي مفصولة ما لها علاقة بال 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 بالسشتين ذني، فأنا أريد أفصلها. خلينا نعدلها الشكل، هذا الشكل أريد أربطهم بالتوازي. أنا اللي يهمني من هذه العملية هو أن يكون هذا السطح موازي لهذه السطوح. طيب فشنو اللي راح أسوي؟ راح أقول له سي، وراح أقول له هذا السطح وهذا السطح في حالة توازي، يعني الفرق بيناتهم صفر، أقول له أوكي وخلاص. أنا هذا أصبح متوازي،
بس هذا بعد ما يصعد ينزل، يعني هو يمشي بالموازي بالضبط. لا طيب، هسه مع ذلك انا اريد يعني هذه العربتين اللي هي 17 ملي سنتيم تكون بسنتر هذا، فانا هذه عندي 80 وهذه 170، يعني باقي 90. هذا ال 90 لازم يكون هذا متقدم عليه ب 90، يعني هذه الحاف، هذا الوجه متقدم على هذا الوجه ب 90. فاقول له ايضا كونسترين، وراح اقول له هذا الوجه ويا هذا الوجه ايضا توازي، لكن الفرق بيناتهم 90. خلينا نشوف، لا راح اقول له ناقص 90 بالضبط. هذا اللي صار، خلينا نشوفه من التوب، ناقص 45، لان هي 90 المسافه كليه، 40 45، وصار هسه بالضبط بالوسط. وراح اقول له اوكي، هسه اني هذا اذا احركه يتحرك انذني وياه العربات كلها، صارت اكو علاقه. طيب لكن انا لا زال عندي هذا يتحرك يروح ويجي، هذا ايضا اريده في الوسط، فاني ايش اسوي؟ اقول له راح يعني اسوي شيء جديد، راح اقول له سي كونسترين، طلع لي، راح اقول له هذا السطح او هذا الوجه، هذا الوجه قياسا الى هذا الوجه انفره، قياسا الى هذا الوجه، طبعا ميت يعني تقابل المسافه. هنا أنا راح اقول له مجر، راح اقول له هذه من هذا الوجه الى هذا الوجه، شوف العلاقه، يعني راح اشتغل كانه اكسل هسه، مجر من هذا الى هذا، قال لي هذه المسافه، اقول له هذه قسم ليها على 2، خلي امسح المليمتر، تقسيم 2، قال لي اوكي هاي المسافه. زين هذه المسافه انا عندي هذا عرضه 40، فلازم يعني اضيف له 20، راح اقول له زائدا 20، هاي يساوي صارت العفو زائدا 20، اوكي قبل هالمسافه، فراح اقول له اوكي. يعني شوف انا عندي معادله، صارت معادله رياضيه ايضا يقبلها بالمسافات. هسه اذا نجي خلينا نتاكد شغلنا صح ولا غلط، يعني المسافه بين هذا السطح و خلينا ندوره، المسافه بين هذا السطح وهذا السطح ايش قد؟ 370. طيب خلينا نتأكد هسه المسافة بين هذا السطح وهذا السطح هم 370 يعطينا اياها؟ اوكي 290، لا اذا ال 20 ضاف لنا اياها لهنا، فلازم نقول له ناقص 20. بس نرجع هنا وين هذا الشكل، وهذا 370 زائد 20، نقول له ناقص 20، هذه نسوي لها ناقص، نقول له ابديت، حدث لنا اياه. هسه لما راح نجي نقيس هذا الوجه قياسا الى هذا الوجه، ثلاثمية وثلاثين، وأيضا هذا الوجه قياسا إلى هذا الوجه، أيضا 330. بهذه الطريقة أنا هسه قدرت يعني أضبط كل الشغل اللي عندي، لكن بقت هذه الحركة العمودية موجودة، فببساطة أنا راح أسوي توازي بين هذا الوجه وهذا الوجه. خلي آخذ هذا الجانب، أوكي، أقول له سي كونسترين، وطبعا أنا شنو الشغلة؟ أنا ما أريد
هذا هاي العربة تطلع برا، فراح أسحبها للنهاية، راح أسحب العربة للنهاية وأشوف هاي المسافة ايش قد بقت. يعني إذا أسحب هذه للنهاية، يعني إذا أقول له سي مثلا، أقول له سي وانطيني هذا الخط وهذا الخط طابق لي اياهم، قول له ابلاي، شوف هنا ايش قد طلع. فاني هذه ما اريدها طلعه، فشو اسوي؟ انا هذا لازم اقدمه، فراح اقدمه كله او اخره هيك بهذه الطريقه، بحيث انه انا اضمن انه العربه ابدا ما تطلع برا هذه السكه. هسه راح اقول له كونسترين سي، وراح اقول له انطيني هذا الوجه، طبعا احنا اخذنا اي نعم هذا الوجه، وأشر هذا التشيك بوكس مع هذا الوجه. فهو قال لي هاي المسافة تقريبا 30 مليم فاصل 4، راح ألغي هاي الأربعة، راح أقول له يعني ديليت، وهذا أخر بوينت، يعني راح أثبتها على 30 مليم، أقول له أبلاي. فهسه خلص أنا بعد هذه ضمنت أنه الحركة النهائية، الحركة للنهاية ما راح تخلي العربات تطلع من برا السكة. وهذه يعني طريقة جدا مفيدة. هسه هاي العلاقة الأخيرة أمسحها، أسوي لها ديليت، وهسه أنا أقدر أحركها وخلي أشوف للنهاية أيضا إيش قد المسافة. كونسترين وأقول له هذا الخط، اجمع لي بهذا الخط، وصفر طبعا المسافة. أوكي، خلي أشوف من هنا، نعم من هنا أيضا ترك لي مسافة. هذه الطريقة يعني هذه طريقة التجميع. يعني كنسل انا ما احتاج هاي، كانت فقط لل هذه طريقه التجميع راح تنطينا مجال جدا ممتاز. يعني تشوف الابعاد اللي عندك، تشوف انت شنو المحاذير، يعني كانه ده تركب ماكينه حقيقيه بالمواصفات الكامله. طيب هسه انا بعد هذا الجسم ما يتحرك، صارت علي علامه ممنوع الحركه لان مرتبط بعلاقات، هذه العربة ارتبطت ويا هذه الأشكال كلها. بقى هسه عندي شيء واحد أريد أشوفه، أنه المقطع الجانبي اللي هو يعني راح أقول له انطيني هذا المقطع، شوف هذه الأداة الجديدة. هسه في هذه الحالة مثلا أنا من قلت له رايت ما انطاني المقطع الجانبي لأنه هي صايرة بزاوية، فحتى أضبط أنه أحصل المقطع الجانبي مالتهم أدي هاي الأداة اللي هي لوك آت، لوك ات اي جانب، راح اقول له لوك ات، خلينا نقول له هذا. طيب فباللوك ات هذا الجانب ايش رواني؟ هاي السكه اعلى من هذه السكه اللي هي يعني خلينا نشوفها من هنا، يعني السكرو انصى من هذه السكتين. فاذا انا هسه لازم احسب حسابها بالتجميع بالقاعدة، يعني القاعدة لازم أنا أتأكد أن القاعدة بعد صارت على ليفلين مو ليفل واحد، لأنه أنا القياسات حكمتني. يعني أنا هذه التصاميم أنا يعني هو المعروض بالسوق جبته وحطيته، وهو هذا اللي حكمني بهاي المسافة. طيب فخلي أشوف إيش قد المسافة هذه، أجي ببساطة أقول له أنطيني المسافة المجر بين هذا السطح وبين هذا السطح، يعني هذه فقط العمودي ايش قد؟ قال لي هذه 7 مليم، اقول له اوكي، اذا انا هذا الرقم راح احفظه 7 مليم. القواعد تختلف، يعني هذه القاعده انصب من هذه القاعده، من هذه القاعده مال السكج ب 7 مليم، فاني لازم احسب حساب هذا الموضوع بالتصميم القاعده المستقبليه. انتهت حلقتنا هذا اليوم، ارجو ان تكون مفيده لكم، شكرا جزيلا، ولا تنسون الاشتراك حتى توصلكم تباعا.